بسم الله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا. اللهم سهل لنا طريق المحبة، محبة ذاتك وصفاتك واسمائك. اللهم اجعلنا من خير من اتباع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورحمة. ما زلنا بصدد الحديث عن بعض آيات وردت في سورة آل عمران عليهم الصلاة والسلام. نأخذ آية 12، قل للذين وما بعدها، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، من الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجد من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. أي نبي الله عليه الصلاة والسلام هو مبلغ بشير ونذير وسراج منير، ليست له سيطرة على عباد، وإن أحزنه حالهم تكاد روحه تخرج منه عليه الصلاة والسلام حين يتأثر بأحوال الكافرين أو المنافقين خوفا عليه. لكن الله نهاه، الله سبحانه وتعالى نهاه رفقا ورحمة بإمام المرسلين عليهم الصلاة والتسليم. لست وكيلا عليهم، لست عليهم المسيطر، لا كرام الدين، من شاء فليوم ومن شاء فليكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أحنا لنا ديننا ولكم دينكم. ولهذا أنا ماشي في الإسلام أي فرض باش ناس أنا تأخذوا كدين كصيلة بالله. اللي يحب يختار ما ينفعه الدنيا والآخرة فله ذلك، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الدنيا والآخرة. قل للذين كفروا ستغلبون، يعني سوف ستعني قرب انهيار البناء الظالم في بناء اليوم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والثقافي وكل والمالي، البناء لك معناه كله سينهار في القريب العاجل. ونعرف في اخر سورة الكهف الفكرة هذه كيفاش بالقرنين. قال بعد ما بين قوة التكنولوجيا اللي عنده، كما تكنولوجيا سيدنا نوح عليه السلام كانت من نوع كبير، من مؤهلة لنجاة من آمن بسيدنا نوح عليه السلام، الآن بالنسبة للقرنين هي صبغة أخرى تكنولوجية، منع ناس منها يجوز ومجوز، وكان عنده التقنيات إذابة
الحديد وإذا بت النحاس وعرف كل شيء يسبق الحديد ثم يأتي النحاس أجملا أنا فكر العملية هذيك تكون شدة السور المانع من أداء يجوز المجوز على شدة تدوم بالزمن لكن يقول بعد ذلك أن البقاء لله مش صراعة ولكن حين ربي يريد أن يهدمه فلا مانع من ذلك ولا معقب الحكم لله. إذا الناس اليوم أمنوا بأموالهم وأمنوا بسلطانهم وأمنوا بشهيدهم المزورة في بالهم دائم الحال هذا كلام محال كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا ستأتي رياح عاتية من تعصف بكم جميعا ويبقى ما كنتم ما تفاخرون به حطاما بلا خاوية بلا ديار لن تسكن بعد ذلك إلا قليلا ورحناه بالضبط عبر القرآن كيف كانت مصائب من اعتدى وتكبر على الرحمة. نعاود قل الذين كفروا أي بلغهم ذلك لعلهم يرجعون لعلهم تدخل فيهم الخشية من العواقب الوخيمة ويتبعونك ولكن لحياة لمن تنهي. قلنا صم البكم من عمر فهم لا يعقل لا يفقهون. قل الذين كفروا ستغلبون وهذا ينحي الضيق اللي كانت تتعاني منه الجماعة المظلومة. كم مرة في التاريخ القريب مر على شعوب إذا المستولين على الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية ومنهم القذافي ومنهم العبد الخاصر ومنهم القبح المنحوس حسني مبارك وهو في الطريق الساسي الكلبي السيسي يطلب معونة من أسياده لكي يغيظ أهل الإسلام وإن أخطأ هؤلاء قالوا سلمية لا سلمية في الإسلام مكان العدوان علينا ولابد أن نرد لكي تبقى كلمة الله هي العليا. الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وعنا أهل الإرهاب عنا هو سلاح وقائي لكي لا تتضخم الفواجع لا وكي لا يزداد ظلم المظلومين وأهل المظلومين. أعلن كان فتحنا بعد رسول الكريم عليه الصلاة والتسليم فتحنا أفاق في فهم حقيقة المولى وفهم سنن الخالق سبحانه وتعالى ودمرنا كيانات كانت تسول الجذور بالظلم سواء كان عند الفرس أو الروم. هذا ما عملناه إلا لأن اتبعنا الإرهاب الإرهاب الشرعي من لدن الله لأنه مأمورين به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخر من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون لأنه علم الله لا يقارن بعلم الإنسان. إذا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يا ناس اللي في بالكم الله غائب أو غير موجود أو غافل راكم في الهذيان الذي سيؤذيكم في الأوان الذي يريده المولى سبحانه وتعالى. قل الذين كفروا هذا الأمريكان والإنجليز وبعد الألمان والروس يعني ستغلبوا قتال قدس الملك أستنى الروس يا كلاب الدنيا ومن ورائكم الغرب ومن ورائكم الصين ومن ورائكم اليابان كلكم ستغلبون. اليابان من جبلها لا تبحثوا عن من هو الإله قليل من الناس من اعتنى بهذا الموضوع. أما في الغالب الناس الشر من الأنعام من الحيوانات يا ركان الهمهم يا ركان السياحة الغير مفيدة ويا ركان يجمع الأموال عبر الأسواق. أما غير ذلك ما هو روحاني ما هو غير مخل بكلام الإنسان لهم يركل الأموال لأن سيادهم
الولايات المتحدة أمرهم بذلك، يعني يرضخون لأوامر غير أوامر عقلية أو أوامر شرعية. قل الذين كفروا ومكروا عبر الأجيال كلها، قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون، ستغلبون في الدنيا ويغلبكم الموت، ثم تحشرون تبعثون من جحوركم اللي هي العياذ بالله إن كانت لكم جحور هي حفر من حفر النار، وتحشرون إلى جهنم. بعد الحشر أي جمع بعد الموت سوف ريسوسيتي راسومبلي إجوجي، وتحشرون يعني بعث جمع وحكم، حكم الذي لا معقب له، لأن الله هو السيد. ورب يقول ألا ملك فإلى ملك الأرض سيبدع بكم يا كلاب، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ورب من وصفه الحال هذه الحالة التي لا يرغب فيها عقل ولا يتمنى حتى للقريب ولا البعيد، يقول ربي وبئس المهاد. اعتبروا يا أول الأبصار يا أول الحجة العقول الصحيحة الفاعلة المعرفة بالله وبخلق الله وبسنن الله، وبئس المهاد. مهاد مش مهاد صغير، لا مهاد ذايا تمهد لهم أماكن معينة في جهنم لكي يصلونها، يدخلونها ويقاسون حرها وآلامها. استكبار بالأرض ومكر السيء ولاحق مكر السيء إلا في حين. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، ما هو بميت، ومن ورائه في قبل أيام عذاب غليظ. هذه هي عند الصيغة ببئس المهاد وبئس المهاد. قد كان لكم أشوف ربي كيف يعرفنا بحقائق أنا أنت والموضوع. قد كان لكم آية أي علامة، أي الله هو المعين هو الحاكم هو الذي يصرف الأحداث. قد كان لكم آية في فئتين أي فريقين، قد كان لكم آية في فئتين التقتا تصارعتا تجاباتا. التقت فئة لماذا؟ لأن الله يدفع الناس بعضهم ببعض، ودائما هذه دائما حتى قيم الساعة، لأنه يستحيل باش الظالم يبقى بدون عدو، ويستحيل باش المؤمن يبقى بدون عدو. يا أيها الناس يعني حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. إذا قادم على الإسلام قادم على جهاد، جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر، ثم جهاد الخارج، جهاد إنس وجن من شياطينهم، وجهاد ضد الحر والقر والمجاعات والأوبئة وأهل المجاعات. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، نحن أنصار لكوز دي، احنا بنمشيو نرقوا سلاحنا سواء كان الانفورماتيك ولا سلاح الالكترونيك ولا سلاح الكيميائي ولا سلاح النووي ولا سلاح الحديدي او سلاح الفكري وارسال رسائل تدمر كيانات العدو، هي في سبيل الله، فإن لم يكن في سبيل الله فعلا لا حرب لنا مع الناس ما داموا لم يعلن الحرب علينا. على شكلنا دائما القاعدة ودعش إن كانت أي كان أصحابهما يعني من جنس من يسعون في سبيل الله لإرضائه فهم منصورون، وإن تأمر عليهم الكون
بسماواته وأراضيه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، آية التقتا فئة تقاتل بسم الله وأخرى كافرة. الكافرة من لا تعترف بالإله ولا تقبل منه لا أمرا ولا نهيا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل بسم الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، وهذا من عذاب الله والمكر الله بهم. توهما لعظم من شأن القاعدة ومن شأن داعش، ربما هي أربع كلمات تسري بالأرض، وكل من ضمنهم الذين دخلوا بالإسلام ولم يعلنوا عن دخولهم هم دي توب موجودين. منها كما تقول مياه راكدة وتبدأ تترصد في المواقف اللي يلزم يكونوا داخلين في حرب والكيد لأعداء الله. أنا قلت لكم هذا من العناصر التي ستدمر من كياناتكم وتفسد عليكم مؤامراتكم، وجيوشكم الجرارة سينال الخزي والعار بحول الله في القريب العاشر وفي كل الديار شرقا وغربا. وربما بداية هذا يكون على حساب الروس الكلاب، أو تعرفوا الروس كتوا عن المذابح والتدميرات التي كانوا هم يتلذذون بها، وكنتم من قبيل الأخرس الذي يسكت عن الحق حين يرى المظالم بوشكوز يلم فمه يقولوا بالعامية، يعني بعوري يستنكروا، وهذا استنكار قليل. ولاقوا السياسيين والتابعين لهم من عساكر ما يهمهم من استنكارات عليهم، يعني ليش ربي عجل لهم باش يتغولوا ويفقدوا تمييزهم ويدخلون في انهيارات متتابعة كدومينو. أنا واحد طعنه خليه كل متب، هذا ما يكون بحول الله في القريب العاجل، لأنه لا تركيا ولا السعودية ولا الإمارات ولا الشرق ولا الغرب برمتهما مش يفيدوا في نهاية هالصراع. هذا كلمة الله هي تبقى العليا، ورب ينتقم شر انتقام من يوريهم العجب العجاب. وعن أن جنود الخفاء من ملائكة كرام ومن عناصر طبيعية، ونستغنوا عن من يدعوا الإسلام ولا إسلام لهم في الحقيقة. يعني يقول يعود آية قرآنية ويقول عاود عن مزايا الإسلام، وقت اللي يقرب منه الصدام يزل، يعني يلقى لك فتوى بس ما يدخلش في الرسمي في ساعة الوقع. مش مؤهل، أنا ربي هو يعرف يتولاه، يعرف من أنت. إذا التلاعب لا يكون مع الله، الله يعلم السر وخفى، يعلم خيرة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا تلاعبكم بالكلمات وبالمفاهيم المغلوطة لا يفيدكم شيء، بل سيضركم، لأن الذي لم يقف عند حدود الله ولم يأتمر بأوامره لا يلومن إلا نفسه. قد كان لكم في آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونه مثلهم رأي العين. أحنا كيف يرون عساكر جرارة وأسلحة فتاكة ومؤامرات تكاد لهم، وربما يباروا لكي يزداد رعبهم وتنفصل أواصرهم ويصبحون هباء منثورا. وهذا ورانا ربي ذلك كمن مضى حين يصير لنا كيف يولون الأدبار. مع النبي عليه الصلاة والسلام كان، وقبله عليه الصلاة والسلام كان، خاصة طالوت وقت اللي منا يختبر في من قال أنه سيدافع عن دين الله، اختبرهم بنهر، قال لي مش يشرب منه،
شرب انت يعني يطول فيها ليس منه، وليقترب غرفة بسيطة يقتل الظما فقط فهو منه، وربما بعد وقت اللي يلتحم الجيشان اغلبهم تدور من افكار شيطانية ويظن بالله ظن الشر، ظن لا يليق بالله، وما لا يرتدون. ونحن نعرف من الكبائر هو تولي يوم الزحف الا متحيز الى فئة او يلعب لقتال بطريقة اخرى، يأتي من وراء العدو لكي يبهته ويفاجئه ويقلع عليه، وهذا سيكون في القريب العاجل ان شاء الله، لان الذي عرفه الاعداء عن قاعدة وداعش هو بعض ما ذكرت، وهذا اللي يخلي لحد الان بعض سياسيهم يقولوا لا يمكن لنا ان نحارب الاسلام، لان القرارتي نفسي يعلم عن الاسلام وانتصاراته كثير من الحقائق، ويعلم ان الجماعة وان قل عددها وعدتها قلت عدتها، اذا كان يربط بين افرادها ايمان راسخ بقضيتنا فمن العسير ان تغلب تلك الفئة. فما قولك بفئة ترضي الله في الجهاد ضد اعداء الله؟ وهذا نتمناه لاخواننا في القاعدة والدولة الاسلامية. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. يعطيك الإجابة النصر، يعطيك الناس اللي وصلوا في التأهيل من النصر، يؤيد بنصره من يشاء، إن بذلك العبرة له الأبصار. والشيء ده من يأخذ منه درس إلا الذين يحسنون الإبصار في حقائق الرحمن عبر التاريخ والأزمان، والسلام على من اتبع الهدى.